بالنسبه لي ال 20 يوم دول هم الاهم، هم متنفس. البدايه، هم المتنفس، هم اللي هيبتدي. حتى هو النهارده مثلا هو قاعد بيتفرج على الماتش الودي، الماتش الودي قاعد فوق جايب معاه محلل اداء جنبه وحاطط الكاميرا الفيديو. اعتقد ان هو كان بيركز على تحركات اللاعبين، مش فارق 7 8 7 10 20، مش فارقه، لكن اللي فارق معاه هو تحركات اللاعبين جوه الملعب. ازاي محمد هاني لما يتحرك لجوه، محمود وحيد لما يطلع لبره، عبد القادر لما يقف، احمد عبد القادر هيقطع من النص ازاي، حسام لما ينزل، حسام حسن لما ينزل لتحت. هي دي اللقطه اللي انا وجهه نظري هي اللقطه الاهم في بمناسبه اللقطه دي. كمان على فكره الراجل بيعتبر موسى متلابه اللي هو اللي جنبه ده اكتر من محلل اداء، يعني هو بالنسبه له هو مدرب مساعد ومحلل اداء الاثنين. موسى متلابه يعني يعتبر ده شيء جيد يعني. ده يعني حته ثقه ما بين افراد الجهاز الفني ده جاي. لكن نقطه كابتن سام انا عايز اقولها وبصراحه، يعني في مباراه الكوره ساعات انت بتحتاج لفتره، خصوصا ماتش الدوري، ان انت بتجمع نقط، وكمان الدوري يحسم باكبر عدد من النقاط قدام الفرق الضعيفه والمتوسطه. مهما كانت الفرق الكبيره، يعني مثلا نادي الزمالك خصم قوي جدا، خصم صعب، لكن في الاخر الماتشين بتوعه ست نقاط زيهم زي الفريق اللي نزل الانتاج الحربي، ست نقاط خلاص الموضوع انتهى. لكن المهم انك تجمع النقط الكبيره. المهم بقى نحط القاعده ان مش لازم كل ماتش احط فيه التاتش بتاعي، شرط ممكن افضل 3 4 5 ماتشات بلعب بنفس السيستم، بنفس السكواد، بنفس القائمه، بنفس كل حاجه. لا بس عكس كلامك في الاول ان انت كل مباراه لازم محتاج ان انت تغير فيها. لا انا بتكلم في ماتشات الدوري، ماتشات الدوري في 12 فريق شبه بعض. انا مش محتاج ان انا احلل كل فرقه بتحليل مختلف، لان ساعات التحليل الزائد عن اللزوم ما بيجيش، ممكن يضر. ممكن يضر. كابتن عبد الجليل كان معايا امبارح قال لي مثلا بمناسبه الكلام ده عشان الناس تفهم. الكابتن عبد الجليل كان معايا امبارح قال لي على حسام غالي مثلا، هو قال له ايه يعني واقف معاه مره، قال له انزل بدماغك للعيبه اللي حواليك. نعم. معنى ايه؟ ان معنى بمعنى ان حسام كان بيعمل حاجات ممكن اللي حواليه ما يفهمهاش قوي، تفكيره اعلى من زمان. فممكن دلوقتي ده اللي انت بتقوله. ده المعنى اللي انا فهمته، ما اعرفش صح ولا غلط. صح. بمعنى ان انا يعني في مباريات مش محتاجه ان انا احلل. ايوه مش محتاجه ان انا محتاج ان انا اعرف اكسبها ازاي. مش محتاجه اتعامل معاها كانها في الشامبيونز ليج، مش دوري الابطال. لا، مباراه بسيطه، مباراه سهله، وما تديهاش اكبر من حجمها. لانك لو اديتها اكبر من حجمها ممكن المباراه تتازم بدون داعي. فاحنا محتاجين نتعامل معاها على قدها، هي قدها كده اهو، ونعرف ان طالما ان المنافس من النوعيه اللي احنا بنتكلم عليها دي، الهدف المبكر يحل لك كل حاجه، كل شيء انتهى. لانه وانس نوصل 1-0 هو مجبر يفتح خطوطه، فتح خطوطه انت كده شديته للشارع بتاعك في افريقيا، انه يفتح بقى ويلعب الكره اللي انت عايزها. انما لو وصلت عليك الدقيقه 60 او الدقيقه 70 بدون ما انت متقدم في النتيجه، ايه اللي بيحصل عندنا كابتن اسلام؟ بيحصل حاجتين، ضغط عصبي شديد جدا عند اللعيبه، ودايما الاعتماد على بلس 90، دايما بنستنى جون البلس 90. ده صعب جدا طبعا، انك بتضغط نفسك عصبيا، والضغط العصبي معروف في الطب الرياضي انه اشد واعنف من الضغط البدني. يعني انا ممكن الضغط البدني ابقى تعبان كجري، انما لو انا بجري وانا مضغوط عصبيا وماتشات ورا بعض، وكنا بنتكلم في ايه، احنا ماتش كل يومين وثلاث ايام بنلعب بنفس السيستم، بنلعب بنفس السيناريو، مضغوطين ونوصل الدقيقه 90 وعايزين نجيب الجول، طب ما اللعيبه مش هتعيش معايا كده كتير. فمهم قوي ان انا تفكيري للدوري المحلي يبقى مختلف تماما في تنظيمه وتخطيطه عن بطوله الدوري. في